مش حضرتك استاذ عماد اللي شركتك بتعمل اعلانات تنظيم الاسره؟ غريبه قوي، انا كنت فاكر ما حدش بيشوفها خالص. هو فعلا مفيش حد بيشوفها غير اللي بيعملها. ايه يا نديم، انتوا فين؟ في ملعب الكروكيت؟ طب انا جاي حالا. انا سعيد جدا. عن اذنك. وانا اسعد. يا استاذ عماد، سوري حضرتك، سوري. الاعلانات بتاعتكم ما فيهاش حاجه تشد الناس. حضرتك فاهم قصدي؟ لا مش فاهم يا حلاوتهم. لا دي حلاوتك انت يا كوتش. بس يعني بص حضرتك، لازم نعمل حاجه جديده نشد بيها الناس. ناس مين دول؟ ارانب. احنا في كابوس. حضرتك ممكن الكابوس ده نحوله لحلم جميل. كلامك معقول ومنطقي. ممكن العب دلوقتي؟ حضرتك ما تلعب، ما فيش حاجه يعني. توقف قدام الكوره. سوري. وممكن حضرتك متهيأ يعني بدل ما نعلمهم ازاي ان هما ما يخلفوش، نعلمهم ازاي يستفيدوا باللي خلفوه. انا اللي لسه عايز اخلف. كاتك نيلة، احنا عايشين في مهزلة، عايشين في قنبلة سكانية. ليه حضرتك تسميها قنبلة سكانية؟ ليه ما تبقاش ثروة بشرية زي ثروة السمكية زي ثروة الحيوانية بس على انضف شوية؟ حضرتك الثروة البشرية عظيمة، ممكن تقلب اي بلد فاشلة الجنة. تعالي هنا. بابا بتضحك. انت قلت ايه؟ قلت حضرتك قصيده، كاتبه لك قصيده قد كده. طب تعالي بصي. ايه؟ تجيني على المكتب. لو النبي. عشان تسمعي الكلام ده لاعضاء مجلس الاداره. يلا اطلع. مش هعطلكم. حضرتك تبقى مدام ناني الحلواني. تعرفت عليها النهارده في النادي. نادي؟ ايوه يا فرو. كلمتني كلام مهم جدا عن تطور الاعلام في الميديا، وارجو انه جميعا نسمعها ونعرف اللي بتقوله. اتفضلي يا استاذه. صباح الخير. انا اللي هقوله ده مجرد راي واحده. ساعات بتتفرج على حملات تنظيم الاسره. انت من دلوقتي معانا. ويلكم فريدة. وري الهانم مكتبها فورا. اللي بيعجبني فيك يا عماد بيه انك بتعمل الصح طول عمري يا كوتش. لا يا ماما بقى، لا لا خليكي جدع. امال بقى مش عارف اسد ده اكتر واحد بحبه، وبحبه اكتر منك، واعز الولد ولد الولد، ومش عارف انت بتشغليني. والله العظيم شكلك بتشغليني، وانا بحبك بحبك انا ومليش غيرك انت يا حبيب قلبي. والله العظيم اوانطه، انا اقدر ابقى اوانطجي عليكي، انا ليه غيرك؟ بس يعني مش قضيه. ها الصبح هاخده منك حبيبي. لالا لالا، عامله لك مفاجاه. وانا كمان. ومدى عينك؟ لقيت شغل. شغل؟ مراتك هتشتغل في أكبر شركة إعلانات في مصر. مش هتصدق المرتب كام، ده غير العمولات. أنا هتجنن، أنا خلاص حاسة إن أنا لقيت نفسي. ومدارس ولادنا ومذاكرتهم وتدريب عمر وأنا وأسر وملك. ما سمعتكش يعني بتجيب سيرتي في كل دول. خالد أنا خلاص مضيت معاهم. مضيتي؟ طب اسأليني ليه بقى؟ عشان نفكر مع بعض. لو مع بعض ليه؟ أنا تمام هسيب الشغل وأقعد في البيت بالعيال. هو بيجيب لي كام يعني؟ مش أنت هتصرف علينا؟ انت بتتريق عليا؟ استغفر الله العظيم، انا اقدر اتريق على مراتي الانياني؟ دي مش طريقه. دي بتاعتي ولا بتاعتك؟ افهم بقى، انا متضايقه، انا زهقت، انا ببص لنفسي في المرايه ما بعرفش نفسي. انا لو اشتغلت كل حاجه هتتغير وهنرجع زي ما كنا. كنا امتى؟ هو جنيه ده مش هيخلص. هنقدر ندخل ولادنا مدارس احسن، وعمر يتدرب احسن، ونقدر نغير العربيه اللي بنزقها اكتر ما بنركبها. بس الفلوس اللي مش مكفيه دي هي اللي جابت البيت ده حته حته، هي اللي دخلت ولادنا مدارسهم. فاكر العربيه دي لما جبناها بالقسط كنت فرحانه بيها قد ايه؟ انا بحب حياتي ومش هغيرها عشان واحده انانيه زيك ما يهمش لنفسها وبس، انما بيتها وعيالها بقوا ازاي يتحلوا ب 60 دقيقه.
عمر هيطرد من التدريب وملك وحيده ومعاده ومحدش بيحبها، واسر كل يوم بمصيبه، وانا بقى بروح الشغل على سطر واسيب سطر. امي امي بقت خدامه عندك وعند عيالك، وابويا سواق. كل ده عادي مش كده؟ انت بتكلمني انا؟ لا بكلم مراتي اللي كنت اعرفها. لكن انت مين؟ انت مين يا شيخه؟ انا عايز اعرف انا مين؟ انا صحيت لقيت نفسي تافهه، غوريلا مخلفه ثلاثه والرابع في السكه، والمفروض عليا ارضع واغير واطبخ وانضف واشتغل شغلانه ما بحبهاش، وفي الاخر لازم ابقى على سنجه 10 عشان البي ما يبصش بره. لقيت نفسي متجوزه راجل طيب وحنين مع كل الستات الا معايا. يا سلام، وجاي على نفسك كده ليه؟ ما تسيبيني وتمشي. يا ريتني كنت اقدر، كنت مشيت. انا مكاني مش هنا، مش عارفه افهمك ولا هتعرفها يا ست هانم. رايح فين؟ على اي مصيبه تاخدني وانت تفرق معاكي؟ مامي مامي مامي. يا أونكل زهير حقيقي يا بنتي، ماما دخلت المستشفى. عشان خاطر يا بابا روح انت استريح، واحنا والله قاعدين. يا ابني انت واخدني ورايح على فين؟ احنا هنقعد معاها يا أونكل، بس صدقني ما تخافش. انا مش همشي من هنا، انا مش هسيبها في العنايه المركزه وامشي. انا مش همشي من هنا لما اخدها في ايدي واروح. ها أنا كمان يا بنتي ما أقدرش أخش البيت وهي مش فيه. 40 سنة مع بعض. 40 سنة. تعودت هي اللي تأكلني وتشربني وتديني الدواء. وتغطيني لما أكون سعان. أجي النهاردة أسيبها في العناية وأمشي. حاجة غريبة أوي. 40 سنة. عمري ما قلت لها كلمة زي اللي بيقولوها الناس لبعضيهم. عمري ما قلت لها كلمة بحبك أو أنت وحشاني مثلا. هي وحشاني فعلا دلوقتي، أعمل إيه؟ ماما فاقت وعايزة حضرتك يا شقي. ينصر دينك. كريم يا رب. الحمد لله إنها فاقت بسلامة. وأول ما قامت سألت عليك. ها؟ أيوة يا سيدي. يلا تروحين فين؟ يلا روحوا شوفوا بيتكم وعيالكم، مع السلامة. يلا يلا سيبوني أعيش. ماشي ماشي يا شقي. يلا يا أخويا يلا. أوعى تنسى ما تقولهاش. لا مش هنسى، أقول لها كل حاجة، أقول لها بحبك ووحشاني كل حاجة. باي باي.